السلام عليكم ورحمة الله، معكم حسام من شركة بي ار ديدكتور في دبي. اليوم احنا معانا جهاز للأشخاص الباحثين عن الكنوز والدفاين تحت الأرض، وأيضا للذهب والشذرات الذهب وعروق الذهب الخام. نقدم لكم اليوم جهاز كيو زد 80 من مصنع فوجل الألماني. طبعا هذا الجهاز بيتميز بأن هو قادر على كشف الدفاين تحت الأرض، وأيضا للأشخاص المنقبين والباحثين عن شذرات وعروق الذهب الخام. اليوم راح نتكلم عن الجهاز، راح نتكلم عن مواصفات الجهاز، عن أنظمة التشغيل وكيفية عمل الجهاز، وأيضا راح نسوي تجربة للجهاز. تابعوا الفيديو. يتميز جهاز كيو زد 80 الألماني خفة وزن الجهاز، دعمه للغة العربية، القدرة على العزل والتمييز بين جميع المعادن، مع إلغاء أي معدن غير مرغوب فيه وتحديد المعدن اللي يبحث عنه المنقب. أيضا ميزة حصريا موجودة في جهاز كيو زد 80 هو اعطاء عمق الهدف التقريبي تحت الارض، وهي الميزه حصريا موجوده في مصنع فوجل. راح نتكلم عن مواصفات الجهاز، انظمه التشغيل الخاصه بالجهاز، مع تجربه خاصه للجهاز. الان قمنا بتشغيل الجهاز، راح نتعرف على وجهه الجهاز ونتعرف على انظمه التشغيل الخاصه بالجهاز. طبعا يتميز جهاز الكيو زد 80 الالماني بزر المعايره الاوتوماتيكيه، من خلاله بقدر اضغط عليه وبقدر يقدر الجهاز يتعرف على اي نوع من انواع الطرب الموجوده. طبعا بيجي معايا خيارات، خيار الضبط والبحث. خيار الضبط اذا ضغطنا عليه بنقدر نشوف نظام الصوت، بقدر اتحكم في الصوت، بالاضافه ان الجهاز كمان مرفق معاه سماعه راس خارجيه. وتاني خيار هو خيار الاضاءه، بقدر اعلي الاضاءه او اوطي الاضاءه على حسب المكان اللي بشتغل فيه. ثالث خيار هو موضوع اللغه، بقدر كمان اتحكم في اللغه سواء كانت عربيه او انجليزيه، الجهاز بيدعم اكتر من لغه، والحين الجهاز على اللغه العربيه. آخر خيار هو خيار إعادة ضبط المصنع. تاني خيار معنا هو خيار البحث، بقدر أضغط عليه بيعطيني عدة خيارات، هو إعدادات البحث ونمط البحث. إذا ضغطنا على إعدادات البحث بنقدر نشوف إن أنا بإمكاني إن أنا أعزل معدن الحديد أو ألغي معدن حديد. الآن معدن الحديد شغال، أنا بقدر بإمكاني إن أنا ألغي معدن الحديد. ثاني خيار هو خيار الحساسية، طبعا هذا الخيار راح نتكلم عنه، ان هو الجهاز على حسب المكان اللي بشتغل فيه بقدر اعلي الحساسية واقدر اقلل الحساسية. ثالث خيار هو خيار RX Gain، هذا ايضا خاص بحساسية الجهاز وخاص ايضا بقوة واداء الجهاز. ثاني خيار معانا هو نمط البحث، طبعا الجهاز متعدد الانماط، بقدر اشتغل على اكتر من نمط. هذا نظام البحث العام، من خلال الجهاز بيقدر يميز لي بين المعادن وبين الفراغات الموجودة. تاني نمط معانا هو نمط الكنوز، ان الجهاز قادر على التمييز بين المعادن من خلال اعطاء هوية المعدن المكتشف، وراح نشوف هذا في الفيديو. تالت نمط هو نمط العملات والشذرات، ان الجهاز بيقدر يميز بين العملات وبين الشذرات بإمكانية كمان العزل بين المعادن وإلغاء أي معدن للمنقب يريد إلغائه. واخر نمط اللي يميز جهاز كيو زد 80 هو نمط العمق، ان الجهاز قادر ان هو بيعطيني عمق الهدف المكتشف. اول نمط معانا هو نمط البحث العام، اللي هو قادر على التمييز بين المعادن الثمينه والمعادن الغير ثمينه. فلو جبنا قطعه من الحديد ومرقناها خلف قرص البحث، هنلاحظ ان الجهاز كاتب لي على الشاشه معدن غير ثمين وبيعطيني صوت مختلف لمعدن الحديد. طب لو جبنا قطعه من الذهب، سوري الذهب، ومرقناها خلف قرص البحث، هنلاحظ ان الجهاز كاتب لي معدن ثمين وكمان بيميز لي صوت الذهب عن صوت الحديد. لو جبنا قطعه اكبر من النحاس ومرقناها خلف قرص البحث، طبعا قطعه النحاس هي اكبر من قطعه الذهب، هنلاحظ صوت نفس صوت المعادن الثمينه وكمان بيكتب لي على الشاشه معدن ثمين، لان طبعا النحاس والالومنيوم من المعادن الثمينه. تاني نمط معانا هو نمط الكنوز، اللي هو القادر على التمييز بين المعادن وكمان بيعطيني هوية المعدن المكتشف. لو جبنا قطعة من الحديد ومرقناها خلف قرص البحث، هنلاقي ان الجهاز كاتب لي عليها معدن عديم القيمة، لان طبعا الحديد من المعادن عديمة القيمة او الغير قيمة، وكمان هنلاقي نغمة مختلفة. لكن لو جبنا قطعة من الذهب ومرقناها خلف قرص البحث، هنلاقي ان الجهاز كاتب لي على الشاشة معدن ذهب وكمان بيميز لي صوت الذهب عن المعادن الثانية اللي هي الغير قيمة. لو جبنا قطعة أكبر لقطعة النحاس ومرقناها خلف قرص البحث، هنلاقي ان الجهاز كاتب لي على الشاشة معدن قيم، طبعا لأن النحاس من المعادن القيمة، وكمان مديني صوت مختلف عن نغمة
الحديد، فانا كده بقدر اعرف ان ده معدن قيم. النمط الاخير معانا هو نمط العملات او الشذرات. طبعا هذا النمط يفضل فيه ان انا استخدم القرص الصغير بحيث انه يكون حاسيته اقوى اذا انا ببحث عن شذرات او على عروق او على عملات صغيره. طبعا هذا النمط بامكاني ان انا اعزل الحديد وبقدر الغي كمان اي معدن وبقدر اثبت الجهاز فقط على المعدن اللي انا ببحث عنه. فالان لو انا مثلا جبت معدن زي معدن الذهب وجيت مرقته هنلاقي ان الجهاز بيعطيني عليه معدن ذهب وبشوف على الشاشه ارقام معدن الذهب. لو جبت معدن من الحديد ومرقته هلاقي ان الجهاز بيعطيني صوت مختلف وبيميز لي صوت الحديد عن صوت الذهب. طبعا لو جبت معدن زي معدن النحاس هنلاقي ان الجهاز بيعطيني صوت مختلف تماما عن معدن الذهب وبيعطيني كمان ارقام مختلفة لان النحاس له رقم والذهب له رقم والحديد له رقم واي معدن له رقم. لو جبت كمان كنز زي البيبسي ودي مشكلة بتواجه اكتر الناس وجيت مرقتها هتديني نفس الصوت تبع النحاس ان هو معدن ثمين. انا بقى بامكاني ان انا الغي الصوت ده والغي المعدن ده واثبت بس الجهاز على الذهب او على الفضه والذهب فقط. الان احنا لغينا كل المعادن ثبتنا بس الجهاز على الذهب والمعادن الثمينه. طبعا لغينا كمان معدن بيعاني منه او مشكله بتواجه اكتر المنقبين اللي هو الكنز البيبسي لان ده اغلب الناس وهي بتبحث بتقدر تحصله في الاخر يطلع معدن يعني غير مرغوب فيه او يعني ما بيبحثوا ما يحش بيبحث عن بيبسي يعني. فبالنسبه لنا لو جبنا خاتم زي الفضه ومرقناه على الجهاز هنلاقي ان الجهاز بيديني ارقام للمعدن الفضه وبقدر اشوف كمان من خلال الرقم والصوت. لو جبت معدن زي معدن الذهب هنلاقي ان الجهاز بيديني ارقام معدن الذهب وبيديني كمان صوت معدن الذهب وصوت مختلف عن الفضه. لو جبت كنز البيبسي وجيت امرقه هنلاقي ان الجهاز ما بيعطيني على اي شيء لاني انا لغيته، فالجهاز ما يعطيني عليه ولا صوت ولا اي شيء. اخر نمط هنتكلم عليه النهارده هو نمط العمق. طبعا زي ما وضحنا في اول الفيديو ان هذا الجهاز حصريا في نمط العمق انه بيعطيني عمق الهدف المكتشف وده غير موجود في باقي الاجهزه اللي تشتغل بنظام الصوت او نظام القرص. طبعا من خلال نمط العمق انا بقدر ادخل معلومات العمق الهدف وبيعطيني الجهاز العمق التقريبي. في هذا الفيديو اتكلمنا عن أنظمة الجهاز، اتكلمنا عن مميزات الجهاز، مواصفات الجهاز، وكمان سوينا بعض التجارب. طبعا لطلب الجهاز يرجى التواصل مع الوكيل الحصري في دبي شركة بي آر ديدكتور. والسلام عليكم ورحمة الله.